متابعي ايزيدي 24، نحن في او من امام قاعة الهيثم في منطقة الحمدانية شرق الموصل لنقل الأحداث التي جرت منذ ليلة أمس لفاجعة الحمدانية. ومعنا أحد المواطنين من أبناء المنطقة يتحدث لنا عن هذه الفاجعة التي ألمت بالعراقيين بشكل عام وأبناء نينا والحمدانية على وجه الخصوص. ممكن تحدث لنا عن هذه الفاجعة؟ والله البارحة كانت حفلة الزفاف، حوالي 1000 مطعومين بالقاعة، ومن صارت حفلة وهيجي دبشة، فصارت تنويرات هيجي، صارت حريق بالقاعة، فمن صارت حريق القاعة انطفت الكهرباء، وكانت ازدحام، حيل ازدحام، كل واحد يركض، يعني صار بالليل ما حد ما شاف يعني بطريقة، حتى الباب ما كان مبين، صار دخان لأن كل البلاستيكات مالها كلها احترق، فصار دخان. الأطفال وقعوا تحت الرجل، تحت الأرجل، وكل واحد ياخذ قرايبه ويطلع، فصارت يعني مأساة، حيل مأساة، ما حد ما كان يشوفه، حتى كل واحد ضيع القرايبه وابنه وأخوه، وصارت حوالي أكثر من 100 شهيد، 100 شهيد و500 جريح اكثر بالقاعه هاي يعني. طيب هذه القاعه يعني هل كانت تتوفر بها مثلا ممكن انه اجراءات السلامه العامه، مثلا ممكن الاطفاء المركزي؟ والله هاي اجراءات السلامه كان محكومه، غير محكومه، يعني يوميه حفله يصير بها، هذا قدره الله. هذا البارحه هيك صارت، يعني ما نعرف الا هذا السبب، مال طلقات ناريه مع الاطفال وقع بالسقف وهي شيء صار حريق. لو يعني كل الحديث يعني قديم، المصلحين يعني كلش زين هاي القاعات، يعني يوميه حفلات على طول يعني، بس هالمره ما اعرف ليش شيء صارت، يعني قدره الله. الرحمه للذين الله يرحمهم ان شاء الله، الله يرحمهم، ونشكر الجهود الصحه مال موصل والاربيل ودهوك، لان هوايه اهتموا بالجرحى. هسه كنا بهاي المستشفى الامرجنسي باربيل، يعني حيل محروقين، اطفال صغار كبار، يعني ان شاء الله الله يسلمك. صح، شكرا. وايضا الرحمه للشهداء، ويا رب الشفاء العاجل لجميع المصابين. وذكر لنا ايضا ان هناك الكثير من الضحايا لا زالوا هم في عداد المفقودين بسبب تحول هذه الجثث الى رماد في هذا المكان، مثل ما تلاحظون هذا ما تبقى من مكان الحادث في قاعة الهيثم في بغداد. هذه الأشياء التي بقت، لاحظوا معنا هذا ما تبقى من داخل هذه القاعة، وبعض الملابس والأحذية التي كانت للذين متواجدين في داخل هذه القاعة، ولم يزل الكثير منهم في عداد المفقودين، وتحول الكثير من الجثث إلى رماد، وصعب التعرف على الهويات للضحايا. يعني يقولون إنه هاي ما يعرفون بأي ساعة هاي البناية توقع، مثل ما تلاحظون يعني هي على وشك إنه تنهار بشكل كامل، حتى التحذيرات من الأجهزة الأمنية إنه هذه البناية ممكن إنه تنهار بأي لحظة. مشاهدينا الأكارم، أيضا هناك يعني الكثير من ذوي الضحايا يبحثون عن المفقودين بعد أن تحولت هذه الجثث لرماد، ومطالبات بتوفير العلاجات أيضا للمصابين في المستشفيات، كون المستشفيات لا تتوفر فيها الكثير من العلاجات الخاصة بالحروق. أما على صعيد التضامن فالتضامن مستمر مع أبناء العراق بشكل عام وأبناء نينا، وعلى وجه الخصوص معنا أحد المواطنين القادمين من مركز بلدية الموصل إلى قضاء الحمدانية للوقوف مع ذوي الضحايا، نتعرف بالأخ نسيب كريم مضر محمد. أخ المضر، تحدث لنا اليوم عن وجودكم هنا. والله جينا على هاي المصيبة اللي حلت على البلد مدينة الموصل، ويعني مصيبة من المصايب اللي حلت علينا، كما حلت علينا مصيبة العبارة، وهي مصيبة الله يرحمهم ويشافي جرحاهم إن شاء الله، جرحاهم إن شاء الله. كلمة أيضا توجهها للجهات المعنية بعد أن شاهدتم حجم هذا الدمار وحجم هذه الفاجعة والكارثة. والله أريد أنه تطلع لجان تقيم هاي سبب الحوادث، يعني ليش تصير هالحوادث ونعطي هيك ضحايا وهيك خسائر يعني بالبشر، لا بواحد ولا اثنين، بالمئات وصلنا. يعني ليش وين بخروج الطوارئ من القاعة، الأبواب وين الباب الثاني؟ يعني المفروض أنه تكون لجنة الدفاع المدني تتابع هاي الأمور. إذا هذه مثل ما تفضل أحد المواطنين هنا أن مطالبات بتوفير إجراءات السلامة، ومن ضمنها إجراء بسيط وهو أن يكون هناك باب آخر لخروج الطوارئ، باب طوارئ يكون وفي هذه القاعة وفي الكثير من الأماكن التي تشهد زخم وتشهد مناسبات، أن يكون هناك باب للطوارئ وأن يكون هناك توفير إجراءات السلامة وإجراءات الدفاع المدني، ومن أجل السيطرة على مثل هذه الكوارث. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي ايزيدي 24 في هذه التغطية الخاصة لفاجعة الحمدانية.